أنا كتير منيحة، يعني أحسن من هيك ما عاد يصير منوب. شو مبين قاعدة بالبيت ما رحتي اليوم؟ لا والله ما قدرت أطلع برات البيت فشخة واحدة. يو خير، ليش بقى؟ لأني سمعت إن الدكتور هشام اليوم بده يرجع بكير على البيت، إيه فخفت أنزل أتأخر ويرجع ما يلاقيني وأعلق بالسين والجيم. إيه إنتي خبريني إمتى رجعتي؟ يعني بدك تقولي من شي ساعة، وبيني وبينك الغلة اليوم قليلة كتير ما بينحكى فيها. قديش يعني؟ يعني حوالي 50 ليرة. أوف، ليش وين قعدتي اليوم؟ بالمزة قعدت وجنب مطعم 5 نجوم. لك غشيمة، حدا بيبسط قدام مطعم 5 نجوم؟ لك ايه شو بدي ساوي يا جوجو؟ شو بدي ساوي؟ شفت الشارع معجوق والناس لابسة وجاخة، قلت لحالي يا بنت الحق الدسا، لك تعي لهون. غلطانة كتير يا عبلة. لك شو ليش؟ لأنه الغناية حبيبتي ما بيدفعوا كحتيت هدول، بدك تدوري انتي على الهفتان الموظف وتلزقي فيه. بالله شو؟ هلا عدلي طلع معك انتي التانية؟ ايه لكن، لأنه الموظف هو الوحيد اللي بحس فيكي. لك شو ليش يا جبة؟ لأنه الحال من بعده طبعا، كمان هو شحات كل شهر بوظيفته، يعني الفرق بينك وبينه بس انه هو موظف وانتي لا. بعدين بحكي معي. باي. مرحبا جميلة. أهلين دكتور، أهلا وسهلا. تعا شوف بابا، تعا تعا استملي هالوش. ما اشتقت لي بابا؟ ما اشتقت لي؟ شو ما رجعت ندى؟ لا دكتور لسه ما رجعت. بسيطة، إذا بدك تروحي ما في مشكلة، الله معك ويعطيك العافية. حاضر دكتور، على كل أنا طعمته ولازم بعد شوي نا. شكرا لك جميلة، كتر خيرك. تأمرني بشي تاني دكتور؟ لا سلامتك، الله معك، مع السلامة. شكرا يعطيك العافية. بابا وينك جميلة؟ لحظة. نعم. كتر خيرك، سلم ايديك. وخيرك، الله معك. شو بابا؟ شو بابا؟ يسلم لي الوش. شو؟ ليش بعمل بحالها؟ كنت احكي قبل ما اصرف المخلوقة. وين كيس الحفاضات؟ يسلم لي هالضياء، مجرد ما طلع من الحمام راح نايم. ندى؟ ملاحظة مثل ما لي ملاحظ؟ لا شو ملاحظ؟ يعني كأنه لون هالصبي مغمق كتير ومسمر. شلون يعني؟ ما بعرف، بس صاير لونه وشكله مثل ولاد الشوارع. لك حتى ريحته صايرة مثل ريحة المعزة، وكأنه مقضي طول النهار بصقاء وسافقته الشمس. سافقته الشمس؟ سبحان الذي خلقك على هالملافظ. قال سافقته الشمس قال؟ طيب بحلقي فيه منيح، شوفي شلون صاير. يعني هذا ابن الدكتور والدكتورة؟ هلا لا تقعد تهز لي بدني وتشتغل فيني عند هالمسا. اذا كنت عم بتلمحني انا مقصره بشي، انا مالي مقصره بشي. صدقيني مو هذا قصدي، بس كل الدوره واللفته مشان قلك انه الولد متعرض للشمس كتير. ايه بيجوز، لانه جميله عم بتنزله على الجنينه كل يوم. نعم عم تنزله على الجنينه؟ ايه شو فيها، ليش هيك مستغرب كتير؟ وكيف بتسمحي لها تطالعه بغيابنا؟ ما في شيء، جميلة قالت إنه لازم كل يوم ينزل تهوية ساعة. يا حبيبي هلأ جميلة صارت المستشارة الطبية تبعنا وأنا مالي خبر؟ لا بس يعني بعدين هي مو ساعة تهوية، هي ساعة برونزاج على هوا مالي ملاحظ. هشام شبك، ليش هيك بتحب تعقد الأمور؟ اسمعي ورا الحكي، قال أنا بحب عقد الأمور؟ عم قلك الولد مو عاجبني وبخاف عليه من ضربة شمس أو من حمى السحايا لا سمح الله. بقى شوفي ندى، كلمة واحدة ورغطاها، بكرة بتنبهي على جميلة حتى ما تطالعه لمطرح إلا إذا كنتي معها، وإلا قسما بالله العلي العظيم بيطلع خلقي عليها وبيطوش حجريها. حاضر ولا يهمك، بكرة بنبه عليها. غيره؟ سلامتك. هالساعة تهوية هذا اللي كان ناقصنا. ربطوا الحمار على باب الحلاق، قام تعلم الحكي. شو قلت حبيبي؟ بشو؟ يعني مو صار لازم نعزم اختي جوزها على العشاء؟ يا عيني قلت لك هلا مو وقتها. هلا لا تفور لي دمي، الجماعه قالوا علينا ونحن مقصرين. طيب ماشي، شو بتطلبي؟ امري. بدي منك تجيب لي شويه غراض. مثل شو يعني؟ بدي تمرق على الشعلان وتجيب لي كيس فريكه وكيس حمص وكيس عدس، ولا تنسى الخضره والفواكه. شو جيب لك خضره؟ هلا ما عاد تعرف تتصرف، يعني كوسة، بتنجان، بندورة، خيار، وإذا لقيت يبرق ما في مانع، ولا تنسى النعنع والبقدونس والجرجير. أمرك عبير خانم،
غيره شو في؟ لا، لأنه اللحمة أنا بجيبها والحلو أنا بوصي عليه. حلو كتير، خاطرك. لوين يا معوي؟ شو بدك كمان؟ حط بكفي لقلك حط. لك شو بدي حط؟ حط المعلوم لحتى أقدر دلل ضيوفي. أمرك. لك الله يخلي لي إياك، يا مسدتني يا مهنيني يا مفرحني يا ظالمني. الله معك يا ظالمني. الله يخليك، مشانها صغير بس اشتري له حليب. الله يوفقك. الله يعافيك إلهي. من مال الله يا أخي. الله يوفقك. بس بدي اشتري له حليب، هالولد ما معي. الله يوفقك. ايه بس خمسين. الله يديمك إلهي. الله يا محسنين، الله يديمكم لشبابكم ويخلي لكم اولادكم. بدي بس اشتري حليب لهالولد. الله يوفقك الهي. الله يخليكم. الله يعافيك الهي وربي. من مال الله يا محسنين. الله يخليكم اولادكم ولا يحيجكم للسؤال والمزله. من مال الله يا محسنين. من مال الله يا عالم. من مال الله يا أخي. الله يخليك ويحجك للسؤال والمذلة. الله يوفقك. بس نجيب له حليب للولد. ولك من كتركم ما عاد عرف الواحد مين صادق فيكم ومين كاذب. الله يسامحك إلهي. الله يسامحك. من مال الله. هالولد إلي؟ إيه ابني بس مريض. الله يعافيه يا رب. الله يسلمك إلهي. الله يخليك. الله يحجك للسؤال والمذلة. الله يوفقك. خلي لك شبابك إلهي. من مال الله يا عالم. العمى والله الصبي بعرفه منين. وين شايفه يا ترى؟ اي قسما بالله هذا ابن الهشام، نفس الحواجب ونفس العيون. ليه؟ عجل شوي يا احباب. الله يخليك، بدي احكي تليفون ضروري. طول الليل امبارح عم دق لك وخطك مشغول. مع مين كنت عم تحكي؟ عم اقول لك عجل شوي يا اخي. ولا تطول بالك لحتى نفهم من المخلوقة. قسما بالله امبارح تذكرتك لما دبحنا البطيخة وطلعت حمراء. قلت إذا كان حظي من البطيخ أحمر فليش لحتى. ولك عجل شوي يا بطيخ. لمين هي يا أستاذ؟ لمين يعني؟ إلك. إيه إلك تضرب أنت وهالمنطق. ذات الحق مو عليك، الحق على اللي عملكم عالم وناس وركب لكم تليفونات بهالطرقات. إيه إذا كان هيك ماني مسكر والسما زرقاء وروح بلت البحر. إيه حبيبتي معك أنا. حبك خير سبع عروس إن شاء الله. بعدي بدي شوف الدكتور ضروري. يا طول بالك، في عنا مريض. يا عيني ما بقدر، بدي شوفه ضروري. يا دكتور، يا هشام، هشام امشي معي بسرعة. لون تمشي هلا فور الشحادة، ما في وقت اشرح لك. أنا شحادة اللي أخذ ابنك معه. امشي ابني. ايه ابنك. لون أخذتك امشي بعدين فهمك. امشي امشي. وين راحت؟ هلا كانت قاعدة هون. لك عارف انت اعصابك تعبانه اليوم، خلينا نروح على البيت بيكون احسن. شفتها بعيني، عم اقول لك شفتها بعيني. اخي الشحات اللي كانت قاعده هون وين راحت؟ هلا راحت هيك. ايه امشي. من مال الله يا عالم. الله لا يحيجكم للسؤال مشان هالولد. ليك شوف مو ابنك هذا ينعرف؟ لك هي جميلة وهذا ابني اللي بحضنا. العمى شو ملبسته؟ يخرب بيتك. ولا جميلة جميلة. وفي عندك ولك وفي عندك. اشتريت لك شريط كاسيت مبارح بيطير ضبنات العقل في غنية ماما أحا بابا دحا بابا يحا. بوزي لك يا سيدي، لا تكتب شي. الله يوفقك. عطينا الله يخليك يا سيدي. بوس ايدك. والله ما عاد عيدك. والله ما عاد عيدك. عن جد سيدي اخر مره بنساوي هيك شغلات بنوعدك يعني. ايه ولك يخرب بيتكم يا عديمين الوجدان. ولك كيف بتسمحوا لنفسكم انه تتاجروا باطفال ابرياء؟ ولك اهالي هالاطفال عطوكم ثقتهم وسلموكم بيوتهم واولادهم. ولك كيف بتسمحوا لنفسكم انه تخونوا هالثقه؟ يعني لولا هالزلمه هاد ما شافكم بالصدفة، ما كنا عرفنا طريقكم. لا شو؟ وحدة مبسطة بالشعلان والتانية مبسطة بباب سوق الحميدية. لك الله يخرب بيتكم.
يخرب بيتكم، انا هذيك المره سامحتكم، بس هالمره قسما بالله لا احرمكم تشتغلوا ولا هالشغله طول عمركم. عفوا سياده المحقق، ليش هي مو اول مره؟ طبعا مو اول مره. هدول التنتين عاملين مثل ريا وسكينه، بعدين هدول لهم سوابق ومن تحليل اسماء وهميه كمان. يا حبيبي يا حبيبي على التكتيك، ودخلك شو اسمائهم الحقيقيه بلا صغره؟ هاي المشنططة اسمها سعاد الجرم، وهي المعترة اسمها عدلة دمني. وللمعلومات والإيضاح هدول إلهم أربع أسبقيات وسوابق، وكلهم بتهمة التسول، ووحدة منهم عملية نصب واحتيال على بياع شاورما. وسبعة العام والله. ولك نحن خرجنا بيبي ستر، نحن بدهم مين يندف رقبتنا ندف، لك بدنا 100 سنة ضوئية لحتى نصير خلق عالم. لا والمشكلة وين؟ إنه بدنا نقلد الأجانب ونلحق المصائر، على طلعت الشغلة براسنا وراس ولادنا. خلصنا لا نزيدوا على قلبنا، يلي فينا بكفينا حاجة بقى. هشام خلينا نروح البيت. حاسة ضيا بده تغسيل بالديتول من راسه لإجريه. بعد لي حم عليك يا ابني، شو تشنططت؟ ودخلكم شو سبب غيابكم عن كار الشحادة طول هالمدة؟ كنا بقبرص سيدي عم نساوي شهر عسل. ليش وهزبرص ان شاء الله؟ ولك ليش فين رجعت اخذكم؟ ايه فين؟ بس من مرتهم طبعا. قلتوا لي كنتوا بقبرص عم تعملوا شهر عسل. ايه سيدي. يا مساعد نبيل. امرتي. خذ ريا وسكينه على النظاره لشوف شو اخرتها معهم. ولي التوبه؟ والله التوبه انا بعد عيدها، وحياتي يوني بعد عيدها، الله يرحمها. على حق الله يخليها. انت عدله دمنه بالذات بتخرسين. انا كارش حالي هون ما بينفع معي بنوبه. لك شو بينفع معكم هون سيدي؟ هلا بعد الفلقه رح اشرح لك. لا 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 لا. وهلا يا جماعة فيكم بتروحوا على بيتكم وتتركوا باقي الإجراءات علينا. يا سيدي الله يعطيكم العافية وربي يحمل معكم، ما قصرتوا وربي يشهد. شكرا كثير سيدي، شكرا. تفضلوا تفضلوا هوانم جاردن سيتي، تفضلوا وريتكم ما تخوا وتبدوا إلهي، تفضلوا بيبي ستر. بس اللي بس اللي يلا. ليش هيك انت عم تبكي؟ لك شو بها يعني جوعانه؟ وليش هيك البيت منكوت فوقاني تحتاني؟ شو ما اجت لفاية؟ بلا اجت بس صرفتها. طمنيني، قدمتي على استدامة؟ طمن قدمت. عظيم، لانه اجازتي بكره بتخلص والناس عم تدق لي لهون مشان معاملاتها، هي من ناحية، ومن ناحية تانية يعني ما حلوة بحقي رئيس قسم اضرب واطرح عم اشتغل بيبي سيتر باخر الايام. لك حفظتها هالديباجة، والله حفظتها. لك ليش هيك عم تعمل؟ خير شو في؟ لك ليش هيك عم تطعميها بمعلقة قد وشها؟ هي بتاكل بمعلقة صغيرة. شو بيعرفني؟ هي شغلتي؟ يا لطيف عليكم انتو رجال، بتضلوا بتقولوا بدنا اولاد، ما في احلى من الاولاد، وبس يجوا الاولاد بتبلشوا بتتملصوا من المسؤولية مثل الشعرة من العجين. قوم هيك، هات لها طعمية، قوم سخن أكل، قوم خلص. خدي بابا واوا يا حي حي يا بأبح، بابا واوا يا حي حي يا أبح، فتح يا وردة غمض يا وردة، هص يا بابا هص هص ما يشحش عين. مرحبا هشام، يبعت لي حمى تأخرت عليك مو هيك؟ ستي مو مشكلة، تعود الخد على اللطم، خدي من إيدي دوبي البس وانزل على العيادة، تأخرت شوي. اتصلت فيك ثلاث مرات ما كنت ترد علي، شو كنت عم تساوي؟ شو بدي ساوي يعني؟ كنت عم حممه. يلا خاطرك. ما بدك تتغدى؟ معلش شربت ببرونة حليب، قصدي كاسة شاي. سلام عليكم. الله معك. أخي هيك الشغل معي ما بيمشي، بدي قوائم بكل القطع الكهربائية اللي عم نستهلكها. فهمت علي ولا عيد وقفتي؟ فهمت عليك معلم، فهمت عليك. حاضر. ألو. أهلين عبير. لهاي شو فيها فوق التلفزيون؟ يا عارف دورت عليها ما لقيتها. دوري عليها بالحمام قدام البطه. انا بطه؟ ليكون قصدك البطه البلاستيك. لك مو البطه البلاستيك، البطه اللي بتقول واك واك وتبيض بيضه. شبكي يا عبير، هلا معقول ما عاد تعرفيها؟ الو الو. ايه يا اخي، بدي قائمه بكل اسماء البطات، بكل قوائم القطع الكهربائيه، فهمت؟
الو اهلين ندى خير. لك هشام وين حاطط الحفوضات؟ وين بدي يكون حاطه يعني بجيبتي؟ فتلت الدنيا عليهم ما كنت لاقيهم. طيب دبري هلا شوفي له شي خرقه او شي شغله عربي ما اجي. يا اما انزلي على السوبر ماركت يلي تحتنا واشتري له. لك شو انزل انت التاني؟ حاطه صبغه على راسي؟ شو بدك ياني اعمل لك ها؟ لا حلو. طيب يا ستي حفظي بيجامتي ببنطلون من بناطليني بقميص من قمصاني خلصيني. الله معك مع السلامه. ايه ستي خذي هالدواء واستعملي حفوضه قبل الاكل وحفوضه بعد الاكل. تفضلي ان شاء الله معافيك. ليش ضحكت؟